بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى لقاء جديد من برنامجكم استوديو الشباب، نطرح من خلاله موضوعا جديدا للحوار على طاولة النقاش في حلقة اليوم من برنامجكم استوديو الشباب لحلقة هذا الأسبوع. مشاهدينا، كلنا نعرف أن التاريخ هو وعاء أي أمة، نستطيع أن نحكم على مستقبل أي أمة ونستشرف إشراقة مستقبلها بالنظر إلى تاريخها، بالنظر إلى أساطيرها التاريخية، بالنظر إلى حضارتها. ومن ليس له ماض ليس له حاضر، وبالتالي لن يكون له مستقبل مشرق. اليوم العرب جميعا والغرب كذلك ينظرون إلى الحكم على أي حضارة، على أي أمة بالنظر إلى تاريخها. وأولى من يتمسك بهذا التاريخ هم الشباب، هم بناة المستقبل، حتى يكون تاريخهم منطلقا وقاعدة لبناء المستقبل الأكثر إشراقا. ومن يقول أن التاريخ ليس بذلك الأهمية في وقتنا الحاضر وأننا نتغنى بالتاريخ، نقول له تابع هذه الحلقة حتى تتعرف على أهمية التاريخ في استشراف المستقبل. سنتعرف على محاور عديدة في أن التاريخ يشكل هوية أي أمة، التاريخ أمر ضروري في التعبير عن ثقافة وحضارة أي شباب. بوجهة نظركم، هل الشباب لديهم إدراك كاف ووعي تام بتاريخهم، بأمجادهم القديمة؟ هل الشباب يعون اليوم أن هناك الكثير من الأيادي التي تنظر وتلتفت إلى أنهم غائبون عن هذا التاريخ، لذلك يأخذون شيئا من هنا وشيئا آخر من هناك؟ مجموعة أخرى من المحاور مشاهدينا نطرحها إن شاء الله في حلقة اليوم وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم استوديو الشباب. باسمكم جميعا مشاهدينا نرحب بضيوفنا الأعزاء الموجودين معنا في الأستوديو. بداية نرحب بالدكتور علي بن سعيد الريامي، أستاذ مساعد في كلية الأداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلين. حياك الله معنا. وأيضا نرحب بالأستاذة تهاني بنت عبد الله الحسنية، باحثة في قسم البحوث والدراسات بمركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس. أهلا ومرحبا بك أستاذة تهاني معنا. أيضا مشاهدينا نرحب بالدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري، محاضر في معهد العلوم الشرعية. أهلا ومرحبا بك دكتور معنا. أهلا وسهلا يا أخي، حياك الله. وأيضا نرحب بالأستاذ محمد بن عامر العيسري، كاتب وباحث في التاريخ والتراث العماني. أهلا ومرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا. أبدأ معك دكتور علي، وفي محورنا الأول نتكلم عن قراءة في واقع معرفة الشباب العماني بالتاريخ العماني. كونك قريب من الطلاب وقريب من المجتمع الشبابي، كيف تنظر إلى مدى إلمامهم، مدى وعيهم، مدى معرفتهم بالتاريخ العماني، وكيف أننا كنا أصحاب مجد وحضارة، جبنا البحار وغيرنا مسار التاريخ؟ في البداية أحب أن أشير إلى أهمية دور جامعة السلطان قابوس، نعم، في تنمية الوعي لدى الشباب بأهمية التاريخ والتراث وأهمية الثقافة بشكل عام. نعم. طبعا لدينا في جامعة السلطان قابوس قسم معني بالدراسات التاريخية، هو قسم التاريخ وجزء من أقسام كلية الآداب والعلوم الاجتماعية. نعم. طبعا هذا القسم أيضا يقوم بدوره في تخريج، يفترض أن يقوم بدور كبير في تخريج كوادر تاريخية أيضا، أو باحثين تاريخيين أيضا مؤهلين لخوض غمار البحث التاريخي من خلال، طبعا أيضا بالإضافة إلى وجود قسم متخصص أيضا هناك متطلب، هو متطلب عمان والحضارة الإسلامية الذي يدرس من قبل جميع طلاب الجامعة، وهو جرعة جيدة بالنسبة للتاريخ، دراسة التاريخ العماني، وأيضا مساهمة الحضارة العمانية في الحضارة العالمية، خاصة في مجال الحضارة، خاصة في وقت ما كان فيه الحضارة الإسلامية في أوج ازدهارها آنذاك يعني. أيضا هناك مقررات تطرح من قبل أقسام أخرى، هناك لدينا أيضا قسم الآثار يطرح أيضا عدد من المقررات. هل يتخرج مجموعة من الطلاب من قسم الآثار الآن؟ هل هناك يعني شهادة تمنح في تخصص الآثار؟ هو مما يؤسف له أن تم إيقاف أو تجميد، نقول تجميد قسم الآثار على مرحلة الدراسات الجامعية اللي هي مرحلة دراسة البكالوريوس، ولكن هو يعطي أيضا مقررات بالنسبة للتخصصات الفرعية يعني. نعم. هناك تخصص. طيب دكتور، يعني أن يكون طالب متخرج من كلية الهندسة أمر مقبول، أن يكون ملما بشكل كبير بجوانب الهندسة، معنى كلامك أن طلابنا الذين يتخرجون من الجامعة
يعتنى به من الناحية التاريخية فقط هم طلاب القسم، أما بقية الطلاب يدرسون مقررا عاما يعني. عمان والحضارة الإسلامية ما عرف من كم سنة يعني. طبعا هذا طبعا من منذ إنشاء الجامعة يعني. هل تقصد إنه هل القرعة الكافية؟ لم يتغير هذا المقرر عمان والحضارة الإسلامية؟ طبعا لا، تم تطويره يعني، يعني في الفترة منذ عدة سنوات تم تطوير هذا المقرر ليشمل يكون بشكل أوسع يعني. على سبيل المثال قبل عدة سنوات لم تكن هناك مثلا فيما يتعلق بالتاريخ الحديث مثل دولة العاربة أو دولة البوسعيد، الآن أصبح جزء من ضمن المنهج التاريخ الحديث لعمان يعني. أيضا الجانب الحضاري، وأنا أريد أشدد أيضا على قضية الاهتمام أيضا بالجوانب الحضارية وهي شيء مهم يعني. فقط لا يكون تركيزنا محصور فقط على الأمجاد السياسية فقط، وإنما أعتقد هناك جوانب حضارية ينبغي أن تبرز على أكمل وجه. أنا أعترف أن هناك قصور أيضا في إبراز هذه الجوانب، وتركيزنا على الجوانب السياسية يمكن بشكل أكبر يعني. للأسف تعرف دكتور، من ينبهنا على هذا المنجز الحضاري الآخرون يعني، عندما نفاجأ بأن مجتمع أوروبي يقدم من أقصى الغرب إلينا حتى يتعرف على تراثنا وهويتنا الحضارية، أمر يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى وقفة. سنناقشها إن شاء الله في محور آخر إن شاء الله. دكتور إسماعيل، الآن كيف تنظر إلى الشباب؟ هل لديهم إدراك واع وكاف بتاريخ عمان المشرق بكل هذه الأمجاد التي حققناها، بأننا شكلنا في فترة من الفترات إمبراطورية عظمى جابت بحار العالم؟ شكرا لأخ راشد. أنا ما متشائم، نعم، لكن أيضا لا أنطلق في التفاؤل. طيب، أنت ذكرت أن عمان أو المقولة من ليس له ماض ليس له حاضر. نعم، أنا أتمنى أن الشباب يدرك أن عمان أصل أصيل في الجزيرة العربية يعني، ليست حدثة في السن، ولم تولد أيضا ولادة قيصرية. نعم، هي معروفة من قبل، من زمن عاد وثمود، ثم ازدادت مكانتها تألقا بعد دخول أهلها في الإسلام. نعم، فبالتالي عمان أصل أصيل في هذه الجزيرة العربية، ليست منذ عقود أو دهر أو دهور، هذا ما يجب أن نعلم. لكن للأسف الجيل اللاحق لا يعرف كثيرا عن الجيل السابق، لا يعرف كثير من شخصيات عمان السياسية والفكرية والعلمية. أنا أتصور، ليس مجازفة، لكن لا، أتصور لو قمت باستفتاء أو استبيان ربما لرأيت النتيجة على لا أبشرك. الدكتور أجرى دراسة سيطلع إن شاء الله على نتائجها يعني، تتعلق بأمر يعني. أنا بالنسبة للدراسة هذه متعلقة فقط لأن أنا أقوم بتدريس مقرر عمان والحضارة الإسلامية، وعندي عدد لا بأس فيه يعني تقريبا 86 طالب الذين أجريت عليهم الدراسة، طبعا هي بشكل سريع. طيب، بس هناك بعض المؤشرات التي ممكن أن نشير إليها إن شاء الله. يعني عندنا حقيقة يحتاج إلى هناك فصل بين الجيل اللاحق كما قلت والجيل السابق. نعم، هناك حتى بين قوسين أقول أكون بصريحين غياب للهوية يعني. صار العماني يظن نفسه أنه قفر أو فقر من التاريخ، من الحضارة، من التراث، علما بأن هناك الدولة الوحيدة يكاد اللي فيها وزارة مختصة بذلك، وزارة التراث والثقافة. هنا عندنا الإشكال، أن الطالب العماني، الشخص العماني صار لا يعرف كثير من تاريخه يعني. الأمجاد البحرية التي أشرت إليها الأخ راشد، العمانيون صناعها، هم ربابنة سفن، هم ربابنة البحار. يكفي أن نشير إلى الملاح العماني الشهير أحمد بن ماجد أسد. نعم، البحار. هذا في مجال علم البحار العمانيين وكان سادة. إذا أتيت يا أخي إلى علم الفلك، من من العمانيين الشباب يعرف أن عمرو بن مسعود المنذري من السليف من عبري كان رائدا في علم الفلك. إذا أتيت إلى اللغة العربية، الخليل بن أحمد العماني الفراهيدي، من منا من العماني يعرف هذه الشخصية؟ عندك المبرد صاحب كتاب الاشتقاق والجمهرة. نعم، هذا أصوله عمانية يعني. كم نعدد القائد العسكري العماني، هذا الفذ المهلب بن أبي صفرة، هذا من أهل عمان أو أصوله من عمان، لا زالت معاقلهم ديارهم في ولاية أدم واضحة بادية للعيان. فبالتالي يعني ماذا عن الجانب الأدبي والشعري أيضا؟ غيرنا كثير من ملامح حتى يعني الأدب والتاريخ العربي من خلال شعرائنا وأدبائنا. لكن دكتور، حتى نكون أكثر واقعيا،
كيف يعني يتصل إلى الشاب فكرة أن هذه الأسماء غيرت مسار التاريخ فيما مضى؟ اليوم نحن نتكلم عن العصر، ماذا يفيد شاب اليوم يدرس علم الحاسوب أن يعرف أن هناك عالم فلك عماني وهناك بحار عماني؟ شوف يا أخي راشد، هذا العالم الحالي بنى على شيء ماضي. حتى الأرقام الحسابية هذه التي نعرفها، بنيت علم الجبر بني على علماء مسلمين سابقين. الطب وعلم التشريح لا يأتي عالم فيبدأ من جديد، وإنما يبني على ما بناه السابقون. فبالتالي لو أدرك العماني هذه الحقيقة لاستمسك بتراثه وتاريخه وفاخر به. فهذا يعني صحيح، أنت لا تقف عند تراث من مضى، لكنك أيضا لا تتنكر له، أنت تبني وتجدد وتصلح ما وقع من خلل. هكذا إذا هناك رابط. طيب ننتقل إلى الأستاذ محمد، يعني نعرف اهتمامك الكبير بالتراث والمخطوطات، الآن ما علاقة الهوية، هوية أي مجتمع بتراثه وحضارته وتاريخه؟ نعم، أولا إذا جينا إلى تعريف الهوية، ليس هناك تعريف جامع مانع لها، لكن يمكن أن نقول عن الهوية أنها القيمة المعنوية المضافة لجماعة من الناس، سواء لأفراد أو لجماعات، والخصائص التي يتميز بها هذا المجتمع أو هذا الشعب أو هذه المجموعة من البشر. وبالتالي نحن عندنا عناصر كثيرة للهوية نتميز بها، هي أيقونة أيضا لهذا المجتمع ولهذا الشعب العريق. فالتجذر الهوية في ضميرنا الجمعي يدفعنا إلى الحفاظ على مفرداتها والتشبث بها والتمسك بها. فإذا جينا إلى مسألة التاريخ التي تناولها الدكتور إسماعيل، السياق العام للتاريخ يقتضي أن يعني نطور هذه النظرة إلى التاريخ. أيضا الدكتور علي أشار إلى مثال وهو تطوير منهج من مناهج جامعة السلطان قابوس، المنهج المدخل في التاريخ الذي يتلقاه جميع الطلاب. فكذلك السياق العام للتاريخ، العناية بالتاريخ ينبغي أن تتطور. وإذا عدنا إلى سؤالك المتصل ب كيف يعكس الاهتمام بالتاريخ هوية أي مجتمع؟ نعم، الاهتمام بالتاريخ يعكس هوية أي مجتمع، لأنه يشعر بالانتماء أولا إلى التاريخ. ثم التاريخ أيضا هو منظومة من الوقائع التي تتخللها الكثير من المفردات الحضارية. التاريخ ليس سردا فحسب، وإنما تناول التاريخ من زاوية حضارية، وهو الذي نادى به الدكتور علي قبل قليل، يدفعنا إلى يعني آفاق أرحب وأوسع، النظرة إلى المستقبل أيضا. لأن يعني تناول التاريخ مجردا هكذا، مجرد اجترار وقائع وأحداث حدثت في الماضي دون أخذ الدروس والعبر منها، لا يجدي شيئا. وبالتالي يعني الهوية يعكسها الاهتمام بالتاريخ، هذه يعني تكاد تكون من البدهيات. يعني إذا جئنا مثلا إلى العمارة، إلى التراث، طبعا ثنائية التراث والتاريخ التي نتحدث عنها، بمجرد أن تلج إلى هذا المجتمع أو إلى هذا البلد تعرف مباشرة أن له هوية ولها مفردات وملامح. وبالتالي لو لم يكن هناك اهتمام لأصبحنا كشأن أي دولة أخرى، يعني لا نتفق معها في شيء من المفردات. طيب كباحث كيف تنظر إلى الجهود المتعلقة بالحفاظ على التراث العماني؟ هذا سؤال شائك، وبدأته بتنهيدة أنت أيضا. نعم، سؤال شائك، لأن مسألة الجهود لا يمكن أن تنكر الجهود القائمة، سواء كانت جهود سابقة أو جهود نشهدها الآن. لكن بينها وبين ما ينبغي وما يجب بون شاسع في رأيي الشخصي. قبل قليل كنا نذكر ثنائية التاريخ والتراث. طبعا مفهومان متداخلان إلى حد بعيد، لأن التراث يشمل
التراث المخطوط ويشمل التراث المادي والتراث غير المادي، التراث الفكري يعني التراث المخطوط سواء كان مخطوطا أو مطبوعا، التراث المادي والتراث غير المادي، وهناك اصطلاحات يعني أصبحت متعارف عليها الآن، لكنها هي وجه التاريخ. من أين نستقي التاريخ؟ أيضا من تراثنا الفكري، هو وعاء التاريخ، وبالتالي هناك تداخل بين المصطلحين. الجهود القائمة حتى الآن يعني يمكن أن نمثل لها بوقائع بعينها، يعني لأن لو كان الكلام عام لربما لم نصل إلى نتيجة. بالضبط. فإذا جينا إلى التراث المخطوط مثلا أو التراث الفكري عامة، مخطوطا كان أو مطبوعا، طبعا تحوله من حالة المخطوط إلى المطبوع. نعم. في عمان أكثر من 60,000 مخطوط ما تم جمعه حتى الآن. طبعا كان هناك إعلان لوزارة التراث بعيد إنشائها ببضع سنوات أن ما بحوزة الأهالي وما تم جمعه يساوي قرابة 30,000 مخطوط، وبعد سنين طويلة اتضح أن الرقم الحقيقي ربما يكون أكثر من الضعف. ما تم جمعه حتى الآن وما تم تحقيقه يعني يكاد لا يصل إلى 20% من حجم تراثنا. جميل. أنا أستاذنك في استكمال بقية الجهود بعد أن ننتقل مجددا إلى الأستاذ التهاني. أنت كشابة أيضا، كيف تنظرين إلى اهتمام الشباب العماني بالتاريخ العماني؟ هل يتغنون بأمجاد أم هم مدركون واعون بأن هناك فترات تاريخية أسهم فيها العمانيون وغيروا مجرى التاريخ فيها؟ هو في البدء نحن عندما نتحدث عن المعرفة والإدراك حول المراحل التاريخية، المراحل التاريخية ليست يعني 100 عام أو أقل، هي فترة يعني طويلة جدا في من امتداد حضارة العمانية قبل الميلاد والفترة الإسلامية والعصر الحديث. وهذه المرحلة لم تكن مقتصرة فقط على الأحداث السياسية، كانت عبارة عن نتاج فكري وأدبي، كان هناك أدباء ومفكرين ومؤرخين وعلماء، إضافة إلى الموروث من عادات ومن تقاليد ومن وكذلك من أشياء مادية حتى وقلاع وحصون. لذلك أنا أرى أن الشاب العماني بشكل عام لا يمكن أن أقول بأنه مدرك بالضبط ولا غير واعي أيضا. السبب أن حاليا الشباب نوعا ما قد يكون مثل ما قلت في البداية أن غير آبه بأهمية هذا التاريخ، على أساس نحن نعيش في الحاضر والتكنولوجيا أهم من شيء مثل ما يقول يعني يقال أنه موروث. فأنا أقول بأن الشباب منقسمين، هناك من يطلع على المصادر والمراجع وكذلك المخطوطات ضمن تخصصه، يعني ضمن الضرورة العلمية فقط لا أكثر، وهناك من هو مهتم وواعي ومدرك بأن كثرة الاطلاع على هذا التاريخ بمراحله المختلفة تكون مخزون ثقافي داخلي يساعد على تنمية الهوية الوطنية وغيره. لكن الخطير ما يشكل خطر في الموضوع هو الشباب الذين يستقون معلوماتهم من أماكن غير موثوقة، يعني الإنترنت، هذه الثورة التكنولوجية تسبب لنا ربكة فكرية في تناقل المعلومات عن طريق الوسائل التواصل الحديثة سواء بالهاتف أو حتى بالوسائل الأخرى، يعني تويتر والفيسبوك، أحيانا يدرك معلومات قد تكون مغلوطة وغير دقيقة. صحيح. فيتكون المخزون لدى الشاب يكون سطحي وغير دقيق. أما الأخطر أكثر هو الذي لا يدرك أهمية هذا التاريخ بتاتا فيتغنى به. التغني بالتاريخ بدون إدراك يعني أنك كمن يسير عشوائي وبلا وعي. نحن نحتاج إلى أن ندرك هذه المراحل حتى نتحرك لبناء هذا الوطن غريزيا. نعم. طيب، كونك قريبة من طلاب الجامعة، كيف تنظرين إلى أمر إدراكهم بالتاريخ؟ المشكلة في الطلاب، لا أعمم مثل ما ذكرت التقسيم الذي سبق، خاصة طلاب الجامعة كيف؟ لكن طلاب الجامعة بشكل عام يعتمد على التخصصات. بأمانة لا يوجد ذلك الوعي الحقيقي لدى الطالب في جامعة السلطان بأهمية التاريخ. دائما يتحدثون على أساس أن التاريخ يعني شيء وانتهى. دكتور علي، تريد يعني تعليقك؟ هي بس قضية الربط، يعني ربما أنت أثرت قضية مهمة. يعني إلى أي مدى أنا قادر على إقناع هذا الطالب الذي يدرس مثلا في الهندسة أو في الطب بأهمية أنه يكون عنده وعي تاريخي؟ يعني فهذه قضية حساسة بشكل كبير. يعني هنا بس فقط أنا أركز المنهج، لما أتكلم عن منهج مقرر. نعم. المنهج شمولي، يعني المنهج لا يقتصر فقط على الكتاب، وإنما أيضا من هي البيئة، أيضا البيئة المحيطة التي توفر أجواء مناسبة من أجل إشاعة هذا مثلا حب التاريخ،
أو الاعتناء بالتاريخ، وأيضا تشكيل وعي متنامي لدى هذا الطالب بأهمية التاريخ. نعم. فكيف تصير عملية الربط؟ أنا هنا بحاجة إلى أقناع، ما الذي يجعل المعرفة التاريخية الماضية أجعلها مهمة الآن في القرن 21 في ظل التطور التكنولوجي؟ يعني دعني أضرب لك مثالا. طيب. يعني فيما يتعلق لو تحدث مثلا حادثة تاريخية ومدى أهميتها بالنسبة لتشكيل الوعي، وبالنسبة أيضا موضوع الهوية، عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى عمان، إلى حاكمي عمان، ناداهم بملكي عمان، يعني إلى عبد وجيفر ملكي عمان، هذا يوضح إلى أي مدى أنه في هناك أيضا كيان مستقل، كيان سياسي لوجود. لم يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم القبائل الأخرى بالملوك أو بالأمراء أو بالحكام، خاطب ملوك كسرى وقيصر الروم وعظيم مصر. نعم. وملك الحبشة، وقال ملكي عمان. إذن هنا أيضا من المهم أن الطالب أن يعي أن مثل ما ذكر الدكتور، يعني هي تاريخ طويل يمتد إلى حقب تاريخية. كيف يعي الطالب طالما أن هناك مقرر واحد، عمان والحضارة الإسلامية، مقرر نظري يعني كما استقينا أرى مجموعة كبيرة من الطلاب، لكن أيضا يعني من الموجود، يعني على الأقل يعني نبدأ هنا من الموجود. مرة ثانية أرجع، هل هي كافية مثلا؟ يعني هل مقرر واحد كافي؟ أيضا هناك أخي راشد، هناك قنوات أخرى يعني أيضا بالإمكان أيضا تفعيلها من أجل تنمية هذا الوعي. إحنا على سبيل المثال، وأنا على علاقة أيضا بالأنشطة الطلابية، هناك ولدت أيضا من بداية الجامعة أيضا جماعة معنية، هي جماعة التاريخ والآثار. دكتور، حتى نكون أكثر واقعيين، يعني هذا الأمر يعني ليس إلزاميا على كل الطلاب، من يريد أن ينضم يريد، ومن لا يريد يعني. ولكن طالب طبي يعني الآن، طيب دكتور خلنا نركز على مقرر عام عمان والحضارة الإسلامية، طريقة تناوله للمعلومات هل بالمستوى الذي يجعل الطالب واعيا بالتاريخ العماني؟ هل أنت كدكتور راض عن مستوى ما يقدم بالمعلومات في هذا المقرر؟ أنا عندي أرقام ممكن أشير لها. فضل. يعني فلو سمحتوا لي بس، يعني من خلال دراسة أجريتها دكتور؟ من خلال دراسة طبعاً. أيوة طبعاً طبعاً. أنا هنا لا، فيما يتعلق طبعاً هنا لما نتكلم عن الأهمية قد تختلف عن الوعي. يعني أنا قد أكون مهتم، وعادة ما يكون الشخص المتخصص هو المهتم يعني. طيب. ولكن مسألة الوعي أيضاً هي مسألة أخرى يعني. نعم. فاهتماماً عندي طبعاً 86 عينة هم طلاب أقوم بتدريسهم مقرر عمان والحضارة. جميل. من طلاب الجامعة؟ من طلاب الجامعة، من كليات مختلفة يعني. طيب. من كلية الطب والهندسة والتمريض والعلوم. هنا طبعا كلام أنا ليس دفاعا يعني. نعم. النتيجة أنه 48 معرفتهم باهتمامهم بالتاريخ، 48 من 86 متوسط اهتمامهم متوسط. نعم. إدراكهم وعيهم بأهمية التاريخ العماني شوية راح ترتفع النسبة. نعم. لتصل إلى 54 إلى يعني تقريبا أكثر من النصف لدى هؤلاء الطلاب وعي بأهمية التاريخ. ولذلك احنا جالسين نرى أيضا غيرة أيضا من شبابنا، يعني لما نتكلم أعتقد في محور لاحق سوف نتكلم عنه، نشعر أن أيضا هناك غيرة لدى هؤلاء الشباب. يعني هي القضية الأخرى أيضا، من أين يستقي الطالب مصادر معلوماته عن التاريخ العماني؟ نعم. وجدت انه المدرسه راح تشكل نسبه كبيره، بمعنى ان الطالب جاي هو عنده حصيله معرفيه تقريبا 71 من اصل 86 من خلال المدرسه، 9 من اصل 86 فقط مطالعه ذاتيه. وهنا ايضا نقطه علامه استفهام، يعني الطالب الجامعي يفترض أيضا أن يكون لديه روح المبادرة والقراءة والاهتمام يعني. نعم. فلما نجد أن المطالعة الذاتية نسبتها ضئيلة جدا، يعني 9%، معناه أن هناك في شواغل أخرى، يعني لم يعد الطالب الجامعي كما كان سابقا يعني. طيب، في موضوع الإدراك والاهتمام، كانت الفقرة والسؤال هكذا، يعني ما مدى إدراكك وما مدى اهتمامك؟ إلى أي مدى تشعر أن لديك وعي بأهمية التاريخ العماني؟ نعم. يعني هذا كان، وهل هي مقياس نستطيع أن نقول أنها واضحة دكتور؟ لا طبعا، طبعا هذه عينة بسيطة يعني. نعم. يعني أنا مثل ما ذكرت أنه إحنا نفرق بين قضية الاهتمام، لأن الذي يهتم هو الشخص المتخصص، ولكن الوعي هو لديه وعي بأهمية أنه فعلا أنا يعني يشعر بأهمية التاريخ. ولذلك أنا جالس أتكلم عن موضوع الغيرة.
نعم. ولذلك ممكن نطرحها في محور آخر. طيب دكتور إسماعيل، الآن ننتقد بعدما اتفقنا تقريبا إجمالا أن هناك قصور من الشباب في مدى إدراكهم ووعيهم بالتاريخ العماني، لذلك نحتاج إلى تفعيل للأدوار بشكل أكبر. الآن دكتور إسماعيل، كيف نستطيع أن ندفع الشباب إلى أن يكونوا أكثر غيرة، أكثر حرصا، أكثر اهتماما بتاريخهم العماني؟ نعم، طبعا ذكر الأخ علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى ملكي عمان، على هذا يعطيك إشارة أن عمان ليست مجموعة أحراش، ليست مجموعة خيام، ليست هي مجرد بدو رحل متنقلين، بل قامت لها أسس حضارية وشهدت مدنيات متعددة. طيب، فهذه بنفسها تكون حافز للشاب العماني أن يعمق الجذور الانتماء لعمان وأن يستمسك بهذه الهوية. نعم. عندك أيضا دكتور علي وأيضا الأخت هاني أستاذ محمد، نعم، أشاروا إلى بعض ما ينبغي فعله من أجل هذه، من أجل المام بالتاريخ. خاصة الدكتور علي أشار إلى عمان والحضارة الإسلامية. عمان والحضارة الإسلامية، أنا إذا جيت إلى أمنيتي، نعم، حتى أزيل الأمية التاريخية والأمية الفكرية، طيب، أنا بدون مبالاة أقول لابد أن يعمم عمان والحضارة الإسلامية على كافة الجامعات الخاصة والعامة وكافة الكليات الخاصة والعامة. نعم. لابد يعمم. طيب، أنت عندما تذهب إلى أمريكا، نعم، لابد أن تعرف تاريخها ولو كنت وافدا، فكيف ولذلك أنا أتمنى أن يعمم هذا الكتاب وغير ذلك من الكتب، لا بد أن تدرس هذه الجوانب. الجوانب الأخرى يا أخي، تفاعل كامل أجهزة الدولة، نعم، مع تراث عمان، تاريخ عمان، مع حضارة. طيب، عمان. طيب دكتور، نحن نريد أن ندفع الشباب، الآن كيف نستطيع أن ندفع الشباب؟ دكتور ذكر من ضمن النتائج 9% يستقون معلوماتهم التاريخية من مطالعاتهم العامة، نسبة ضئيلة يعني. يعني نسبة ضئيلة، فكيف نستطيع أن ندفعهم أن يكونوا قراء لتاريخهم؟ نعم، توفير المادة، هذا المادة العلمية التاريخية، جعلها في متناول اليد، نعم، هذا عامل بنفسي يعني تحقيق هذا التراث وجعله في متناول اليد أيضا مهم. أنت لاحظ يا أخ راشد، أحيانا قد تأتي بطبق من المأكولات، مأكولات شهية، لكن لو قدمتها، لو قدمت في طبق غير ملائم منكسر، نعم، ترتد نفسي. صحيح. لكن لو قدمت لي هذه الوجبة الغذائية التاريخية في حلة قشيبة تسر الناظرين، نعم، وحققت لي هذا التاريخ وطبعته طباعة جيدة، فبالتالي أنا كشاب أن سأقبل على دراسة هذا التاريخ، لأنك إيش أسديت، أعطيتني إياه في قالب يسر الناظرين. نعم. هذه بعض الأشياء التي تدفع الشاب للقراءة، تفاعل وسائل الإعلام، تفاعل وسائل التربية، تفاعل وسائل المعنيات بالتراث، نعم، من أجل إحياء هذا التراث وهذا التاريخ. هذا طيب دكتور، في القرن 21 اليوم مع توجه الدول أن تكون دول صناعية، دول تقنية، هل نحتاج إلى زيادة عدد الطلاب من الشباب المتخصصين في التاريخ؟ يعني كثير ما نقابل طلاب يقولون لنا أقضي من عمري 4-5 سنوات في معرفة التاريخ في الوقت الذي يتقدم فيه العالم صناعيا وتكنولوجيا. جيد سؤالك. أنا ما مع ربط الوظيفة، نعم، بيش ما مع ربط التعليم بالوظيفة، نعم. إذا لاحظنا فرنسا، نعم، كيف تعتز بثقافتها، بلغت من العلوم والمعارف ما لم تبلغه مناطق الشرق الأوسط، لكنها تعتز بثقافتها، حتى لما جاء ما يسمى هذا ببث مباشرة والدش، نعم، خشيت على ثقافتها وفكرها. إذن نحن بحاجة إلى هذا التاريخ، ولو كانت ثورة صناعية علمية. يعني دول الغرب عندها الأطباء، المهندسين، المفكر، لكنها مع ذلك لم تغلق أبواب الفكر والتراث المادي والمعنوي. فبالتالي نحن بحاجة للحفاظ أولا على الهوية وللحفاظ على الوطنية، وإن بلغنا ما بلغنا في التقدم التقني والصناعي، هذا إذن شيء مهم. نعم. طيب تعتقد أن اليوم يعني الغزو، ما يطلق عليه بالغزو الثقافي والفكري ومواقع التواصل الحديثة، أضرت بحفاظنا على هويتنا وتاريخنا دكتور؟
يا أخي ما أتصور يعني إذا جيت للصراحة هذه التقنيات الجديدة الآن هي جديدة كما قلت. نحن من فترة طويلة يعني غضينا النظر عن تاريخنا، أنا ما أريد أستخدم أهملنا تاريخنا، لكن منذ فترة طويلة. أنت متفائل دكتور يعني، فلذلك آمل يعني الآن يشهد هذه الحضارة بعث جديد. نعم، لكن أنا أقصد بسؤالي أيضا يعني في الماضي كنا نتابع يعني كثيرا من الأفلام تتحدث عن التاريخ، تعرف عن التاريخ. اليوم يعني ما يتابعه الكثير من الشباب إن كنتم تتفقوا معي، موضوعات عامة، أفلام بوليسية مثلا، أفلام عن حضارات أخرى. في الوقت الذي يعني أنت ذكرت فرنسا مثلا، يعني الفرنسي لن يجيب علينا بكلمة واحدة بلغة قريبة من باللغة الإنجليزية إذا سألناه بسؤال بهذه اللغة، هو يجيب باللغة الفرنسية، يعتز بهويته إلى هذا الحد. طيب في النهاية أنا تخصص طبيب أو مهندس وغيره، أتابع شاشات التلفاز، أتابع الوسائل الحديثة. ما الذي يمنع أن أنتج أنا كتلفزيون كإذاعة مسلسل عن شخصية تاريخية وهي شخصية الإمام أحمد بن سعيد، وأنا جالس كطبيب كمهندس شاهد في النهاية التلفزيون. لكن أنا لو جيت وأنتجت مسلسل عن الإمام أحمد بن سعيد، الإمام أحمد بن سعيد كتاجر ثم كوالي في صحار، ثم لماذا أجمعت الأمة العمانية، لماذا اختاره العمانيون بعد ذلك ولي أمر لعمان، وبالتالي هذا ما يتعارض تخصص التقني وغيره معيش، لأن في النهاية الوسائل الحديثة نحن نشاهدها جميعا. نعم، ما أعرف دكتور هل اطلعت على مقرر عمان والحضارة الإسلامية؟ أنا درسته. نعم، هل وجدته يعني كاف بدرجة يعني يعطي الطالب إلماما وإدراكا بالمعلومات التاريخية وعمان وتاريخها؟ لا، هو من ناحية أنا هذا كوجهة نظر. نعم. عاد ما أعرف الدكتور علي والدكتور تاني. نعم. بس ككتاب أعجبني حقيقة يعني. طيب، وتناول مراحل عمان دكتور. هو الدكتور أشار إلى أيضا المؤسسات الأخرى وتعميم المقرر أو متطلب معني بالتاريخ في المؤسسات الأخرى. على سبيل المثال ماذا الكليات التطبيقية؟ طيب، تعرف ماذا قام تغيير المسمى وأصبح الآن الاقتصاد العماني. فأنا لما أتكلم عن الاقتصاد العماني غير لما أتكلم عن التاريخ العماني. نعم. ولكن هو أنا من خلال أيضا استشارة يعني ألغوا مادة التاريخ؟ لا، لم يلغوها، هو غيروا المسمى. طيب، سميوه الاقتصاد العماني. طيب، ولكن في داخله على حسب ما اطلعت أيضا وأيضا من خلال تشاوري مع بعض الأكاديميين، إن المادة المحتوى هو محتوى تاريخي، ولكن يعني هل معنى ان تغيير الاسم انه انا كوني ان هذا اصبحت كليه تطبيقيه وكانني اتبرأ مثلا من المسمى؟ يعني هذا قضيه وغايه في الاهميه. يعني لماذا لا اسمي الاشياء بمسمياتها؟ لماذا فعلا، لماذا مثل ما اشار الدكتور من المهم جدا ليس فقط بس حتى في الكليات التطبيقيه، حتى في الجامعات الخاصه. وانا اعرف اعتقد بعض الكليات تدرس مقرر تاريخ عمان، نفس الكتاب يدرس في بعض الكليات الخاصة. انا ليس لدي اطلاع بالنسبه للكليات يعني الاخرى. يعني هو الدكتور ذكر موضوع تعميمها حتى على مستوى مثلا وزاره التعليم العالي تتبنى هذا الفكر، لكن قبل ذلك طبعا انت اشرت الى دور المدرسه في يعني تحقيق ادراك ووعي كاف بالتاريخ العماني. سنشير ان شاء الله الى هذا الموضوع بعد ان ننتقل اليك استاذ محمد. الان هناك سؤال، مسؤوليه الحفاظ على التراث والتاريخ هي مسؤوليه فرديه ام مجتمعيه؟ يعني من مسؤول عن نشر هذه الثقافة؟ الكل مسؤول بالطبع. أفراد وجماعات، حكومة وشعب. نعم. يعني أرجو أن لا نختزل الاعتناء بالتاريخ في المحاور التي تحدثنا عنها. طيب، محور المناهج في مؤسسات التعليم العالي. نعم. وكذلك المحور الذي يتحدث عنه الدكتور إسماعيل ألا وهو الطباعة والتحقيق والنشر. طيب، قضية الدراما هذه يعني من أهم الوسائل في هذا العصر، والدراما أصبحت لغة يعني سهلة يسيرة جماهيرية. يمكن مثل ما المثال اللي أتحدث عنه الدكتور أن تكون في متناول الجميع أينما كانوا وحيثما كانوا. فنحن لم نشهد في بلدنا دراما تاريخية عمانية بالنسبة للدراما المرئية سوى عمان في التاريخ. عمان في التاريخ. نعم. نعم. وربما هناك بعض المسلسلات الإذاعية. نعم، هناك برنامج أسماء في التاريخ أو شخصيات في التاريخ أيضا تتناول شخصيات عمانية. نعم، تاريخية. لكنه ليس دراما. نعم. وإنما برنامج يعني وثائقي بشكل سريع. نعم. كذلك طيب، في موضوع الدراما ترى هناك من يقول
أن عندما نحول التاريخ إلى صناعة درامية فنحن نضيع من رصانة المعلومات ومن مضمونها الحقيقي. نحن لا نحول كل شيء إلى دراما، في النهاية الدراما شئنا أم أبينا اللغة يخاطب بها الجمهور، فما المانع أن تكون هناك دراما؟ هل عندنا كتاب أستاذ محمد حتى نكون واقعين، هل عندنا كتاب سيحول التاريخ إلى هذا سؤال آخر ليس من شأني أن أجيب عليه دكتور. هل أنا عندي وجهة نظر فيما يتعلق بموضوع الدراما، يعني من خلال متابعتنا يعني لحقب من التاريخ، على سبيل المثال نذكر مسلسل عمر بن الخطاب. مسلسل عمر بن الخطاب حقق أعلى معدل مشاهدة في تاريخ الدراما يعني، وهذا يعني بالتالي أصبحوا الناس متسمرين ليعرفوا هذه الشخصية. إحنا لدينا تاريخ عظيم، ومثل ما ذكر يعني أحمد بن ماجد، عندنا أحمد بن سعيد، عندنا ناصر بن مرشد. وبالمناسبة ربما أنا كنت أسأل الطلاب، في هناك رواية اسمها الشراع الكبير للأديب الراحل عبد الله الطائي، هذه من أجمل الروايات التي تتحدث عن فترة الوجود البرتغالي على شكل رواية. هل هناك نعم انا قراتها وانا حتى طالب هل قراها الطلاب يعني هل قراها لا يعرفون عنها شيئا للاسف يعني تعرف دكتور بقطع كلامك بالخير، تعرف ان الفيلم التاريخي عمر عرف حتى المجتمع الغربي بـ 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 بالاسلام، برساله الاسلام استاذ حبيب عن طريق يعني صناعه دراميه بسيطه. ليس وكذلك فقط فيلم الرساله لمصطفى العقاد ايضا هناك من دخلوا الاسلام. لو تأذني الأخ راشد، المحور الآخر المتعلق أيضا بالثقافة التاريخية أو الوسيلة الأخرى هي الثقافة المتحفية. نحن في هذه الأيام أو في هذه السنوات نشهد مشروعا وليدا وننتظر أن يرى النور، ألا وهو المشروع المتحف الوطني. ويعني نحن اشتغلنا على كتابة بعض النصوص المتعلقة ب القطع المتحفية التي ستعرض في المتحف الوطني إن شاء الله. من خلال هذه التجربة يعني رأينا بالفعل أن الثقافة المتحفية مغيبة في بلادنا. هناك الكثير من المقتنيات التي جمعت في جعبة وزارة التراث منذ بداية السبعينيات، منذ قدوم البعثات التنقيب الأثرية إلى عمان، وهي حبيسة مخازن وزارة التراث والثقافة. تعرف أستاذ محمد، قبل فترة كنت أقرأ مقالا عالم أثار فرنسي يقول عندما زرت عمان وتعرفت على كل هذه الآثار وكل هذا التاريخ كنت أتوقع أني سأجد متحفا، يعني أنتم أنتم لديكم أمر غريب، لديكم كل هذا التراث في المقابل ليس لديكم متحف. صحيح، وهناك صورة تعكس هذا وهي للأسف مغيبة أيضا عن العمانيين، ما نشرته مجلة الدراسات العمانية التي تصدر باللغة الإنجليزية منذ عام 1975 وحتى الآن. الآن في الآونة الأخيرة بدأت تصدر الأعداد باللغة العربية، وهي مجلة علمية محكمة أيضا. من يتأمل في حصيلة هذه المجلة فقط، هذا نموذج واحد، سيجد العجب العجاب مما يزخر به هذا الوطن من تراث ضارب في أعماق التاريخ ومن مجد موغل في القدم. هذا طبعا يعني مثال بسيط وهذا غيظ من فيض. الثقافة المتحفية للأسف لا وجود لها في بلادنا، يعني مدينة بحجم صحار وبحجم نزوة، الحواضر العمانية وبحجم صور، لا توجد بها متاحف حتى الآن. هناك يعني متاحف ما هو موجود حتى على حياة. نعم، واجتهادات شخصية. اجتهادات شخصية. قبل عامين فقط ربما صدرت لائحة بتنظيم إنشاء المتاحف الخاصة وبيوت التراث، وهذا يعني أننا طوال تلك السنين ليست لدينا إلا المتاحف التي أنشأتها الحكومة. هناك الكثير من رجال الأعمال باستطاعتهم أن ينشئوا متاحف، وهناك نماذج موجودة في مجتمعنا ولكنها قليلة، وللأسف لم تجد من يحذو حذوها. فبالتالي الثقافة المتحفية هذا وجه آخر. لكن يعني المتحف الوطني هل يؤمل إن شاء الله يبشر بخير كبير للعناية بالتراث؟ إن شاء الله نأمل ذلك، لأن المتحف الوطني أنا لست من يتحدث عن المتحف الوطني لأني لست مسؤولا عنه، لكن ما أعرفه أن المتحف إن شاء الله يعني بافتتاحه سنشهد نقلة نوعية في الثقافة المتحفية في عمان، لأن المتحف مبني على ما يعرف بالقصة المتحفية. والقصة المتحفية باختصار هي أن كل من يزور المتحف لابد أن يتعرف على قصة عمان، على حضارة عمان،
ممتاز. وبالتالي لو وجدت هذه القصة المتحفية في كل حاضرة عمانية، قصة صحار وقصة الرستاق وقصة نزوة وقصة صور، لعرفنا هذه الحواضر العمانية كيف نشأت. نعم. وتاريخها الطويل. على الرغم أن في 77 المرسوم السلطاني يعني صرح بإنشاء المكتبة الوطنية. نعم. 77. نعم، المكتبة الوطنية المادة الثانية من قانون المخطوطات. نعم. الصادر المرسوم السلطاني 70/77 تنص على إنشاء المكتبة الوطنية. والحقيقة لنا عتب كبير على الجهات المعنية، لأن المكتبة الوطنية هي وعاء الذاكرة العمانية، وحتى الآن الذاكرة العمانية لم تجمع في وعاء يعني يفد إليه القصاد وينهل منه الوراد. وإلى متى؟ لذلك يصرح تاريخنا طال الانتظار. يعني مشروع مجمع عمان الثقافي. نعم. الذي أعلن عنه مرات تلو المرات ولا زالت الوعود لم يرى يوما بعد يوم، لم يرى النور حتى الآن. وإن كان المسؤولين في وزارة التراث يعني يطمئنوننا بين الحين والآخر ويؤكدوا أنه قريب، لكن القريب يبدو بعيدا حتى الآن، يعني لا يلوح شيء في الأفق. إن شاء الله سيكون قريبا بهذا الطرح إن شاء الله، وبطروحات أخرى، وبجهودكم أيضا كمعنيين بموضوع التراث والتاريخ. أرجع لك أستاذ التهاني، بوجهة نظرك الآن، هل ما يقدم للطلاب من محاضرات من أنشطة حتى غير طلابية كافية بتعريفهم بالتاريخ والتراث العماني؟ اولا يجب ان ندرك تماما ان الشاب العماني في نعم. في هذا الزمن مختلف تماما عن الزمن، تلقي يختلف. نعم. يعني يجب ان نراعي التلقي من تلقي الشاب نفسه بالمعلومات، يعني الزج بالمعلومات بشكل كبير هذا يؤثر على تلقيه. طيب. يعني عدم الاستساغه يكون غير مستسيغ لهذا الكم من المعلومات. يجب ان نراعي ان حتى الفهم والاستيعاب نفس الشيء، يعني يحتاج الى انا اطلع على كتب من ومراجع ومصادر، كوني متخصصه ادرك تماما كل كلمه مكتوبه، لكن الغير متخصص يحتاج الى ان يتذوق اولا. يعني كمصادر وكمراجع برايي نحتاج الى ان نعيد يعني نوع من التحقيق في بعضها. نعم. طيب سادة هاني، اليوم يعني نشاهد الكثير من الأسابيع الهندسية، الأسابيع العلمية، الزراعية في الجامعة، هل نشاهد أسبوع للتاريخ يعرف بشخصيات عمان التاريخية، يعرف بتاريخ عمان؟ كوني صريحة، يعني الأمر عادي، الأمر مقبول. أنا خريجة أساساً من القسم، من الكلية، وما يعني خريجة من 4-3 سنوات فقط لا أكثر. طيب. من أول ما دخلت الجامعة في أول سنة كنت أرجو ذلك، عد الأول والثانية والثالثة والرابعة. السنوات الأخيرة صارت هناك إشكالية، أنا مثل ما ذكرت يعني ذكرت جماعة التاريخ والآثار كانت تقوم بدور كبير، اختفى هذا الدور، يعني ما صارت ما تقدمه الآن، أو للأسف أنا أقول هناك في قصور كبير، يعني إن إحنا فعلا ما جالسين أيضا نوجه، ما في هناك أيضا توجيه بناء لهؤلاء الطلاب لتبني مثل هذه الأفكار، وما في هناك أيضا دعم. دكتور تعرف نحن بشكل دائم نستمع إلى أن مجموعة من دكاترة الجامعة، طلاب الجامعة حققوا إنجازا علميا هندسيا فلكيا تاريخيا، ولا سمعنا ولا مرة. بس ممكن أشير إلى نقطة مهمة، بما أننا نتكلم على حتى قضية التفاؤل التي أشار إليها الدكتور، هناك مشروع كبير ضخم سوف يرى النور قريبا، هو مشروع الموسوعة العمانية. نعم. مشروع الموسوعة العمانية هو يعني بهمة شباب، يعني معظم الطاقم، طبعا معظم الطاقم 100% هو طاقم عماني. نعم. الذين عملوا أيضا في هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بالجوانب التاريخية والآثارية هم أيضا من نخبة خريجي جامعة السلطان قابوس، تم انتقائهم بعناية في الكليات الإنسانية. في الكليات الإنسانية طبعا. نعم. يعني لكن نحن نتكلم دكتور حتى عن الكليات العلمية، يعني من حق الطالب في كلية الطب الذي يقضي 7 سنوات في المستشفى وفي الكلية الطبية يتعرف على أحمد بن ماجد، يتعرف على أحمد بن نعمان، يتعرف على الشخصيات هذه الأخرى. القضية الأخرى أيضا اللي هي كيف أيضا ممكن أنا أوفر هذه المعلومة بطريقة مثل ما ذكرنا على سبيل المثال الدراما، أيضا المسرح، يعني كم عندنا مسرحية تاريخية معنية بالجوانب التاريخية. طيب دكتور، أنا ممكن أشير راشد لو سمحت لي. نعم. فيما يتعلق بتجربة. طيب. ذكرها لي أحد الطلاب، يعني هم كانوا من ضمن فرقة مسرحية في تابعة لشباب ولاية عبري. نعم. قدموا مسرحية فازت على مستوى السلطنة ومثلت السلطنة في دولة قطر. نعم. وقاموا باسم المسرحية مسرحية الإمام ناصر بن مرشد، حتى يعني عرفوا بتراثهم خارج، هم يعني استغربوا أن احنا ما يعني بالنسبة للأخوة في دولة قطر، يعني قالوا احنا لأول مرة نسمع عن هذه الشخصية. فأنا كنت أسأله هل قدمت هذه المسرحية
داخل عمان فقال عرضت، ولكن للأسف يعني الظاهر أنه ربما أيضا الإقبال أو اهتمامات الشباب تتجه لأشياء أخرى يعني. يعني وإحنا أيضا نعاني أيضا حتى قضية الندوات، آخر ندوة نظمها مركز البحوث الإنسانية بالتعاون مع مركز الدراسات العمانية ندوة مسقط تاريخ وحضارة، لو نجي نشوف الحضور، حضور يعني ضعيف أكاديمي. ضعيف أكاديمي مقتصر على المختصين، والحضور من مختلف الفئات ومن الطلاب كان حضور ضعيف. استاذة تهاني، هل وقفتم على أسبابه؟ نحن دائما نراعي أن يكون الطالب في جامعة السلطان معني بالدرجة الأولى بالتاريخ أيا كان التخصص. تنظيم مثل هذه الفعاليات كمركز دراسات العمانية أو حتى المراكز الأخرى الموجودة في الجامعة مفترض أنها تكون عامل جذب لهؤلاء الطلاب. نحن نقوم بتسويق هذه الفعاليات داخل الجامعة، حتى القسم نفسه في التاريخ نحن ندعو الطلاب، لكن المشكلة أن هناك عزوف من قبل الطلاب على حضور. هل وقفتم طيب على أسبابها؟ لماذا هناك عزوف من الشباب؟ يعني أنا بعدني أرجع مرة أخرى إلى بقية الفعاليات الأخرى العلمية، يعني يحضروا حتى شباب من خارج الجامعة، يحضروا حتى طلاب مدارس، يعني حتى يكون في مبادرات الطلاب في الكليات العلمية يبادروا لأن يشاركوا مشاركات خارجية. نعم. فيما يتعلق بالابتكار أو غيره. لكن طلاب التاريخ لا أدري. بس على فكرة يعني حتى المجموعات الثانية اللي هي المجموعات التابعة للكليات الأخرى في بعض الأحيان في بعض الأمسيات عادة ما تقدم تراث عمان يعني بطريقة أو بأخرى يعني في هناك حضور، ولكن حضور يعني غير مرضي. نحن لا نريد أن نقتصر الموضوع على طلاب جامعة السلطان قابوس، فقط نعمم الموضوع بشكل أكبر. يعني الشباب كلهم نريدهم أن تكون لديهم تلك الأدوار المعنية بالحفاظ على التاريخ. كأنك كنت تريد تقول شيء أستاذ محمد. نعم، أنا أود أن أشير إلى مفهوم تقريب التراث. نعم. وتقريب التاريخ، تقريب المعرفة عامة، ومن ضمنها مفردة التراث والتاريخ. هناك بعض الدول لها تجارب في تقريب المعرفة أيا كانت، أي من أي فرع من فروع، سواء العلوم الإنسانية أو العلوم التطبيقية والبحتة. هناك تجربة لتقريب كتب التراث العربي. نعم. لبعض الكتاب والباحثين، فمثلا بدأوا في تقريب كتاب البيان والتبيين للجاحظ حتى يكون في متناول الفئات التي هي أقل عمرا وأقل إدراكا، حتى ولو كانت يعني في فئات عمرية أكبر. فهذه التجربة يمكن أن تنسحب أيضا على التاريخ والتراث أيضا. ف يعني لو وجد مجموعة من التربويين، وهذا دورهم طبعا مؤسسات التعليم العالي، الجامعات، أن تقرب التاريخ للشباب، لفئة الشباب بل ولفئة الصغار حتى. هناك أيضا تجارب لبعض الدول المجاورة في إعطاء جرعات من التاريخ ومن التراث في الأندية الصيفية وفي المراكز الصيفية. هناك فعاليات حتى على مستوى الفلكلور والفنون والعمارة والعادات والتقاليد وغيرها والتاريخ أيضا. هناك دورات على شاكلة الدورات العلمية الأخرى. نعم. هناك تجارب أيضا للمعارض، وهذه تجربة ناجحة بدأت في السلطنة لكنها لا زالت على استحياء. وعلى سبيل المثال المعرض الوثائقي الذي دأبت على تنظيم هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، يمكن أن يكون بأشكال متعددة. طيب أستاذ محمد، هل تقدمت بأفكار إلى الهيئة؟ نعم. تتصور بها بأشكال جديدة لتنظيم هذا المعرض؟ نعم، تقدمت بأفكار ويعني قدمنا تجربة أيضا جربت وناجحة، يعني حتى بعض الدول أقامت مثل هذه المعارض في المراكز التجارية. يعني مثلا إحدى الدول، هذا مثال يعني شهدته بنفسي، قدمت معرضا. سمي الدولة. دولة الإمارات. نعم. العربية المتحدة الشقيقة المجاورة. نعم. مركز جمع الماجد للثقافة والتراث بدبي دأب على تنظيم معارض للجمهور. هذه المعارض تكون في المراكز التجارية، بحيث المكان الذي يرتاده الكل صغارا وكبارا رجالا ونساء. نعم. ومن عرب ومن غيرهم. هذا المعرض يقدم الحقب تاريخية معينة وينتقي يعني مفردة من مفردات التاريخ أو التراث. على سبيل المثال التجربة التي شهدتها بنفسي، المصاحف، مخطوطات المصاحف في إحدى الحقب التاريخية،
مثلا الحقبة المصاحف المملوكية والمصاحف العثمانية طبعا وفقا لخصائصها في علم المخطوطات كذلك لا تقتصر على مسألة الحقبة الزمنية من سنة كذا إلى كذا. فعرضت في إحدى المراكز التجارية وشهدت إقبالا منقطع النظير مع أنها مجرد مصاحف معروضة داخل صناديق زجاجية. هناك لنا تجربة في جامع السلطان قابوس وفي مركز السلطان قابوس للثقافة والعلوم، يعني كانت معارض مع أن الحضور كان محدودا في محيط الجامعة وما حولها، لكن كانت تجربة ثرية وناجحة. قدمنا عرضا ليس للمخطوطات والوثائق فحسب، وإنما تجاوزناها إلى الأدوات ممتاز. التي يعني استخدمت لكتابة المخطوط. نحن نريد أن نؤكد على هذه إن شاء الله الحلول في المحور الأخير من محاور حلقة هذا الأسبوع من برنامج استوديو الشباب، لكن أريد أن أقول لكم تجربة شاهدتها بعيني. في العام الماضي كنا في قطر للمشاركة في معرض 1000 اختراع واختراع، فكان من ضمن الاختراعات يعرف بالمخترعين العرب الذين يعني أسهموا بشكل كبير في تغيير الكثير من الاختراعات، وكانوا يأتون بمجموعة من الشخصيات التاريخية العربية في شبه الجزيرة العربية. كان الشخص الذي يعرف بشخصية البحار العماني أحمد بن ماجد، هو طبعا ليس عمانيا، من قطر، فكان دورنا أن يقوم هو بتعريف بهذه الشخصية ونحن نصور ما يقوم به لنقوم بعرضه فيما بعد في برنامج. هذا الرجل كان مصرا أن أحمد بن ماجد هو من شبه الجزيرة العربية وبالتحديد ليس عمانيا. يا رجل غير هذا الكلام. لذلك أنا أسألكم في المحور الثالث، هل تاريخنا العماني يسرق؟ دكتور أستاذنك بالجواب بعد أن نخرج بالفاصل. إذا مشاهدينا نخرج بهذا الفاصل في برنامجكم استوديو الشباب، بعدها لنا عودة مجددا حتى نستكمل بقية المحاور في حلقة هذا الأسبوع. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مجددا في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم استوديو شباب، كيف ندفع بالشباب إلى أن يكونوا أكثر إدراكا ووعيا بتاريخهم العريق، بأنهم شكلوا فترات متلاحقة وغيروا مسار تاريخ البشرية وأسهموا في بناء الحضارة البشرية. من جديد أرحب بضيوفي الأعزاء موجودين هنا معي في استوديو البرنامج، أرحب بالدكتور علي بن سعيد الريامي أستاذ مساعد في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، مرحبا بك دكتور في الله. هذا اللقاء. وأيضا أرحب بالأستاذة تهاني بنت عبد الله الحسنية باحثة في قسم البحوث والدراسات بجامعة السلطان قابوس، أهلا مرحبا بك. أيضا أهلا بك الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري محاضر في معهد العلوم الشرعية، أهلا ومرحبا بك دكتور. حياك. وأهلا بك الأستاذ محمد بن عامر العيسري كاتب وباحث في التاريخ والتراث العماني، أهلا بك أستاذ محمد. دكتور كنا قبل الفاصل نتساءل هل تاريخنا يسرق، ولكن قبل أن نسأل هذا السؤال بالعام نريد أن نركز على نقطة غاية في الأهمية، هل التاريخ يحتاج إلى تمحيص كبير بحيث لا نقبل أي معلومة هكذا حتى تاريخنا العماني؟ أكيد، يعني يقول ليعلم الطالب أن السيرة تحوي ما قد صح وما قد أنكر. نعم، يعني التاريخ فيه علات، فيه إيجابيات، فيه سلبيات، ما كل ما يروى أو يقال يؤخذ. لابد إذن يكون عندك ميزان التمحيص والبحث فيما يروى أو ينقل. أما قضية التاريخ هل يسرق؟ إذا غفل أصحابه عنه يسرق كالبيت. كالبيت إذا غفل الشخص عن بيته وأهمله لا شك أن سارق ما سوف يسرق ذلك الشيء. دكتور ذلك شيء مادي محسوس ملموس وهذا نتاج فكري. طيب نتاج فكري يا أخ راشد، لكن تصور الآن صارت هناك مؤسسات دولية تسجل فيها ذلك التاريخ، وإذا قمت بتسجيل ذلك الشيء في تلك المؤسسة الدولية العالمية
بعد عقد أو بعد قيل أو قيلين أو ثلاثة ينسى القيل الأول أن ذلك تزوير وسرقة فعلا. فبالتالي يصير حسب بناء، لأن في النهاية تصير تلك المؤسسة الدولية هي المرجع يتحاكم إليه وبحكمها يحكم. في النهاية إذا سجلت قد يكون أنا قيل والقيل القادم يعرف هذه السرقات، لكن الأجيال ما بعد ذلك لا تعرف أن هذه سرقات. فبالتالي أنا أقول لك تاريخ عمان أنك حول يؤخذ أو يسرق، يعني ذكرنا إحنا أسماء عديدة الآن صارت تسرق، حتى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل عمان وهي موجودة مخطوطة أصلية الآن يتداول على أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه رسالته لأهل عمان ولكذا من الدول، علما بأن تلك الرسالة من 1400 سنة. بالتالي هناك يا أخي ممكن التاريخ يسرق، لكن قل لي الخلل عندنا أيضا، نحن إذا جينا نصارح نفسنا الخلل طبعاً. عندنا يعني أنا لما ألاحظ معظم أو كثير من الكتاب عندما يكتبوا مثلا عن فتوحات الإسلامية يستشهدوا بشخصيات غير عمانية وينسونا سلطان بن سيف وناصر بن مرشد وسيف بن سلطان، حتى يعني الباحثون العمانيون، حتى الباحثون العمانيون عندما يتحدثون عن الآثار التي تركها يستشهدون بآثار أو بأئمة وسلاطين ولا يعرفون عن السيد سعيد بن سلطان وعن آثاره في أفريقيا. عندما تستشهد بالتحرير وبموجات التحرير أو برواد الاستقلال يستشهدون بشخصيات أخرى ولا يعرفون أن أبا الاستقلال العماني هو الجولندا بن مسعود شهيد قلفار. بالتالي عندنا نحن هنا الخلل عندنا، عندما نستدل تشوف رسائل ماجستير ودكتوراه لا تجد فيها أي مصدر عماني والكاتب يرتدي زي العماني وهو عماني وجنسيته عماني، ولا تراه قد استدل بأي مصدر عماني. فبالتالي هنا الخلل عندنا، لكن هذا الذي يقع فيه المواطن أو الذي يظن أنه باحث، من أيضا السبب نكون صريحين، عدد من المؤسسات ما أحسن استغلال تراث عمان وتاريخ عمان. نعم. طيب دكتور، نحن نعرف أن مواقع الدول تتغير وجغرافية الدول تتغير وفقا لتطور العالم وفقا لتطور الأحداث من عصر إلى عصر، هل هذا يعني أنه أمر مقبول أن ينسب تاريخ إلى رقعة جغرافية في الماضي كانت تابعة لرقعة جغرافية أخرى أو من هذا القبيل؟ هذه تقسيمات الدول والحدود تراعي متى نشأت هذه الدولة كم عمرها. أنا أتصور لو جيت وقلت لك أن المهلب بن أبي صفرة أو أحمد بن ماجد يقع في بلادي، افترض أنني غير عماني طيب، أو هو ينتمي إلي وأنا أنتمي إليه، هنا أنظر عمان من كم سنة؟ أكثر عن 1400 سنة من قديم، لكن اعتنقت الإسلام 1400 سنة. المهلب من 1400 سنة أو 1200 سنة على العموم أو أكثر. فبالتالي لكن لما يكون عمري أنا 40 عام أو 50 عام والولد الذي أنسبه إلى نفسي من 1400 عام، كيف ولد الولد قبل ولادة الأم؟ هذا ما يعقل طبعا. كيف هذه ما نعرف معجزة عيسى ولد من غير أب ومعجزة آدم ولد من غير أب وأم، أما أني أنا عمري 50 سنة وأدعي أن الولد ذلك المهلب أو غير ولدي وهو عمره 1400 سنة، هذه ما يعقل أن يولد الولد قبل ولادة الأم. فبالتالي لابد يعني يكون هناك معيار عندما نقول أن هذا ينتمي لهذه البلاد أو لتلك البلاد. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني للأسف بيئة مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لانتشار الكثير من المعلومات المغلوطة، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ كيف تقيم شبكات التواصل الاجتماعي في أنها أصبحت بيئة لتناقل المعلومات غير الصحيحة؟ نعم، إذا أسقطنا هذا على قضية التاريخ والتراث، نعم،
أنا لا أتصور أن لها تأثيرا سلبيا كبيرا، طبعا لأن قضية الإشاعة تنسحب على كل شؤون الحياة ومفرداتها وعلى المعرفة عامة، وبالتالي تبقى القاعدة الإلهية: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وبالتالي محاولات التحريف والتشويه وبث الإشاعات وإذكاء روح الفرقة وغيرها مما يتصور أنه قد يؤثر على المعرفة التاريخية أو على رصيدنا من التاريخ ومن التراث، لا أتصور أن هذه لها تأثير، وإن وجد فهو تأثير محدود ومؤقت. لكن أصبحت أكثر انتشارا، يعني أصبحت أكثر تداخلا. نعم. وأصبحت أكثر يعني نقل المعلومات، لا يعول عليها في التوثيق العلمي. نعم. يعني هل يمكن أن أوثق أنا وأقول قال فلان في تويتر أو في فيسبوك كذا؟ لا توثق معلومة أستاذ محمد، لكن تؤثر. نعم. يعني وعي الشباب يتأثر جدا. صحيح. بهذه الوسائل، يعني الساعات التي يقضيها كل شاب على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى الواتساب أكثر من الكتب، حتى لو كان تخصصه في التاريخ أو غير التاريخ. صح. نعم. هذا يحدث ربكة فكرية يا أستاذ. لا بد أن نفرق بين تأثيرها وبين يعني تغيير المفاهيم التاريخية أو حتى الحقائق، قلب الحقائق. ستتغير أستاذ محمد، ستتغير يعني جيلا بعد جيل مثل ما ذكر، اذا 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 يعني لم نمنع من التاثير. انا لا انكر تاثيرها، لكن لا اهول من الامر. استاذ محمد، انا الذي اعرفه ان تغريده في تويتر شكلت راي مجتمع. نعم، لكن في المقابل ننظر الى البعد الايجابي ايضا. نعم. مثلا انا من تجربتي الشخصيه في تويتر يعني وجدت تفاعلا ايجابيا كبيرا حتى من غير العمانيين، واصبحت اتلقى الرسائل بالعشرات والمئات. نعم، لأنك تقول معلومات صحيحة. هذا أنا دخلت على صفحتك، لأنك تقول معلومات صحيحة في التراث والتاريخ، لكن هناك يعني. لكن هناك يعني من يستغلها لنشر معلومات غير صحيحة. دكتور، لصارت يعني هذه وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. أنت لما تلاحظ يعني شخصيات تكتب ما شاء الله كم أعداد المتابعين بالآلاف، هذا يدلك أنه يحدث غزو فكري وتغيير لا شعوري في إيش المعارف. نعم. عن طريق هذه وسائل الاتصال، فبالتالي هذه بنفسها سواء أنا أرسلت معلومة صحيحة ما فيها مغالطات قد أؤثر بها، أو أحيانا أرسل معلومة فيها مغالطات لكني أنا خواء وجدني هذه المعلومة. نعم. في النهاية أنا تصير عندي هيك حقائق. ليش؟ لأن أصلا أنا ما عندي كانت معلومات حتى أدفع تلك التي وردتني. نعم. أخي راشد، يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع. نعم. وما أثير يعني حتى في الأيام الأخيرة يعني هي قضية كبيرة، فإذا كنا نشعر الآن لدينا مشكلة في الوقت الحاضر، فماذا عن المستقبل القادم؟ يعني ماذا عن الأجيال القادمة؟ ربما نحن الآن هذا الجيل والجيل الذي بعدنا، لكن بعد ذلك. ولذلك أنا حتى كانت لي تغريدة في موقع التواصل في تويتر: إذا لم يجد هذا التاريخ من يحرسه فلا نلوم احدا ان يسرقه. وبالتالي احنا فعلا بحاجه الى توضيح الكثير من هذه القضايا. يعني سرقه التاريخ موجوده، ويعني ليست وليده اليوم ولا وليده الامس، يعني هناك ايضا مؤلفات حتى متخصصه. يعني على سبيل المثال جاك جودي له كتاب اسمه سرقه التاريخ، يتكلم عن كيف ايضا ان الغرب الاوروبي ايضا سرق الكثير من التراث من المخطوطات. صحيح. المهتمة بمختلف العلوم، حتى قضية أنه دس هذه المعرفة أو احتكار هذه المعرفة هي حتى أيضا سرقة في حد ذاتها. القضية الثانية أيضا هي قضية أيضا منهجية. يعني أنت تكلمت عن تغير الحدود بتغير السياسات بتغير. نعم. أيضا عوامل كثيرة. نعم. فأحيانا في بعض المناطق يصبح هناك ما هو تاريخ خاص وما هو هناك تاريخ مشترك. نعم. ولكن منهجيا يعني، ونحن نتكلم عن منهجية تاريخية علمية أكاديمية، منهجيا لا يجوز إسقاط حدث تاريخي في حقبة معينة ونسبها إلى اليوم. يعني هذا خطأ منهجي فادح، يعني لا يجوز إطلاقا. يعني كيف أنا أنسب حدثا مثلا في القرن السابع عشر وأجي أطبق عليه مصطلحات نستخدمها في عصرنا الحالي؟ يعني وهذا موجود حتى في محيطنا المحلي لو تأذن لي الأستاذ راشد. يعني ممكن من يطلق عليه الصحاري والنزوي فيما مضى
كانت صحار وكانت نزوة تلك المدينة مركز المدينة فقط. نعم. وما عدا مثلا إذا جينا إلى الرستاق، من يطلق عليه الرستاقي من ينتمي إلى الرستاق، وأما من كان في وادي السحتن التي هي الآن جزء من الرستاق يطلق عليه السحتني، النسبة إلى المكان إلى الموطن. نعم. وبالتالي النسبة إلى الموقع اختلفت الآن، يمكن أن نطلق على أي يعني مدينة الرستاق الآن بحدودها الجغرافية الآن، يمكن أن نطلق على أي واحد منها رستاقي، وبالتالي تغير الحدود الجغرافية لدولة أو لمدينة أو لغيرها. نعم. لا يمكن أن كما تفضل الدكتور الأساتذة أن يسقط على من جاء متأخرا أو من جاء متقدما على كيان نشأ متأخرا. نعم يعني مثال الدكتور خير مثال التوضيح، تفضلي. أنا لدي مداخلة بسيطة، أن الشاب العماني الآن يعني يجد نفسه امام معمعه من الاحداث ومن المعلومات التي قد نقول بين قوسينها مغلوطه. يعني اذا كان هو بناء الداخلي يعني غير واعي وغير مدرك للمراحل التاريخيه بشكل عام، وهو يعتز بهذا التاريخ. انا عندما اختلف معك في وجهه نظر قد تحمل الصواب والخطا، لكن عندما تنكر لي وتغير لي حقيقه تاريخيه نشات عليها فانت تحدث لي اكثر من الربكه الفكريه. نعم. طيب تاني، ما هو شعورك، ما هي رده فعلك عندما تصادفين شخصيه غير عمانيه تنسب شخصيه من شخصيات تاريخك العماني اليها؟ انا بالنسبه لي لن اجيب لكوني متخصصه في التاريخ واغار على التاريخ او غيره، انا اجيب لكوني انا مواطنه. نعم. لكوني انسب لهذه الدوله، انا عمانيه المنشا وأغار على دولتي وأغار على تاريخي. عندما يعني أغير في حقيقة تاريخية أنت لا تسيء لي أنا فقط، تسيء للإنسان الذي صنع ذلك التاريخ، تسيء لذاكرة شعوب. يعني الشعب العماني عندما يتغير له تاريخه تسيء له. لا. تسيء للأجيال القادمة. فأنا بدوري كشاب أنا لست يعني هنا للخوض في ردود الأفعال الأخيرة، لا كان إذا كانت موضوعية أو تهكمية حقيقة، لكن ما نتج في الفترة الأخيرة هو عن حب وعن غيرة. لا. الخوف يكمن أن الوعي لم يكن كامن في الردود، لذلك أنا أرى أن الرد الحقيقي يكون عن طريق المعلومة الحقيقية. نعم. التي هناك من يرد لأجل الرد وهناك من يرد لأجل العلم، وهذا ما نريده من شبابنا أن يكونوا. أيوة. يعني أن تكون ردودهم علمية عندما يعني يردوا على شخص، مع التأكيد على نقطة يعني حتى لا نتجه إلى الرد إطلاقا. نعم. أو ما نسميه بالرد لأنها ردود الأفعال انفعالية. يعني الانفعال له تأثير سلبي، يعني تأثيرها مؤقت. نعم. يعني سرعان ما يتلاشى ويزول، وبالتالي يقظة الضمير تتفق الجمعي. معهم دكتور لا نرد يعني لا نقصد، هم يقول ما يكون رد فعل أو انفعالي. عملية ارتجالية انفعالية. طيب. لابد أي دولة تريد تحفظ تاريخها تراثها أمجادها لابد تكون منهج. لابد أيضا عملية تكاملية بين مؤسسات الدولة وليس عملية تنافسية. لابد لا يوكل مثلا لمؤسسة تراثية أو تربوية أو إعلامية، لأن في النهاية لابد من خطة وطنية تجتمع عليها سائر المؤسسات. أما الرد العشوائي الرد الانفعالي هذا حقيقة، لكن أيضا لابد منه. أحيانا لابد ترد، لابد تستخدم وسائل التواصل هذه الاجتماعي ضروري، بس ما يحقق الهدف. نعم. يحقق الهدف أن دولة ما تضع منهجا. لماذا لا يكون هناك مادة تاريخ دسمة؟ لماذا ما تكون هناك كما قلت الآن مثلا يا أخ راشد حقوق الإنسان، وهذه دائما الحديث عنها. هناك عهد عند أهل عمان وثيقة الإمام الصلت بن مالك، وصية ضحوتها تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان للعلامة نور الدين السالمي. نعم. لو نظم مسلسل عن الصلت بن مالك وما كان في عهد من حقوق الإنسان. دستور على العموم طبعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وثيقة الصلت بن مالك، ومحمد علي البار هذا الدكتور قال هذه من أرقى الوثائق في حقوق الإنسان. كان الأولى مثلا بالسلطنة تحفظها في أرشيف منظمات الدولية وأيضا تترجمها إلى لغات مختلفة، وهذا قبيل لتحويلها إلى فيلم. ممكن تحول إلى مسلسل إلى فيلم إلى دراما. نعم.
يعني عندنا تراث فخم. الدكتور ضخم موجود، وعيسى الصبحي مخرج البرنامج موجود، يعني بإمكانكم أن تتشاركوا حتى دكتور في هذه الفكرة، أن نرى يوم من الأيام فيلم يعني تاريخيا. كثير هناك من الأفكار، يعني مثل ما قال حتى الدكتور علي البارترا هو طبيب أيضا. نعم. يعني طبيب وأيضا معني بالقضايا التاريخ، وهي مثل ما ذكر هي الوثيقة هي في حد ذاتها دستور يعني. جميل. طيب الآن ننتقل إذن إلى المحور الذي بدأتما بالنقاش، وأبدأ معك دكتور علي، كيف نستطيع أن نضع منهجية استراتيجية تعليمية في مناهجنا للحفاظ على التاريخ والتراث العماني؟ طبعا هنا أنا أود أن أعقب على كلام الدكتور وأؤيد رأيه فيما يتعلق بالتكاملية. نعم. يعني هذه مسؤولية مؤسسية، مسؤولية مجتمع ومسؤولية أيضا أفراد. يعني ممكن أيضا أشير إلى بعض النقاط فيما يتعلق على سبيل المثال في المجال التربوي. إحنا لدينا مدارس. نعم. تسمى، هناك مسميات لهذه المدارس، مدرسة الإمام ناصر بن مرشد، مدرسة الإمام سلطان بن سيف، مدرسة أحمد بن ماجد، ولكن هل وجدنا لوحة تعرف بهذه الشخصية حتى يتعرف؟ مدرسة الخليل بن شاذان على سبيل المثال، هل وضعنا لوحة تعرف بهذه الشخصية بحيث أن هذا الطالب عندما يدخل هذه المدرسة يعرف أن هذه شخصية تاريخية؟ صدقت والله. أسماء الشوارع يا راشد مهم جدا، يعني الأحياء الجديدة لماذا لا تسمى بمسميات رموز. بمسميات برموز الثقافة العمانية، يعني برموز القيادات التي يعني صنعت أمجاد عمان. أسماء الشوارع أيضا لماذا لا تسمى، يعني لماذا، يعني على سبيل المثال أنا أستغرب أن نسمي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. نعم. وكأن هذه بقعة لا وجود لها. يعني في عندنا لدينا تاريخ غني، يعني لدينا رموز وطنية صنعت أمجاد عظيمة، يعني المراحل بأسماء الشخصيات التاريخية. يعني تتخيل يعني عندما نصنع لهذا الحي ويكون هناك مسمى لهذا الحي، مسمى تاريخي، مسمى لأحد الرموز، ولوحة تعريفية أيضا حتى بالنسبة للوافدين يتعرفوا على تاريخنا أيضا من خلال هذه وسيلة من الوسائل. يعني تفعيل أيضا الجانب الدرامي أعتقد مهم، أعتقد أنه يجب أنه آن الأوان أنه ندفع بهذا الاتجاه. يعني إحنا ربما لدينا مسلسل عمان في التاريخ منذ فترة طويلة، يعني وإن كان هناك أيضا بعض الانتقاد وبعض الملاحظات أيضا. نعم. من ضمن المسلسلات أحمد بن ماجد أعتقد من فترة قديمة من 78 تقريبا، يعني ولكن عندنا كم زاخر من التراث ينبغي أيضا أن نوظف وتوظيف. صحيح. وضحت. بالنسبة لك تهاني، ما هي تطلعاتك المستقبلية للشباب حتى يكونوا أكثر حفاظا على تاريخهم؟ أنا أولا يجب إيجاد مفكرين ومؤرخين يعكفوا بشكل دقيق جدا على المصادر وعلى المراجع وعلى يكون متفرغين على الأقل في المرحلة القادمة. نحن نحتاج إلى تفرغ تام لهذه المصادر وهذه الوثائق والمراجع. هذا يشكل يعني جزء كبير من توثيق تاريخنا. نحن نحتاج لوجود مسح شامل لكافة المصادر والمراجع التي تحدثت عن التاريخ العماني. عندما تحدث عن التاريخ فنحن يعني نتحدث عن أجيال متعاقبة. جزء مهم يجب أتوقع أن نحن يعني نضخه أكثر هو المبادرات الشبابية. يجب أن تعتنى بها، يجب أن يكون هناك تشجيع للبحوث الشبابية. يعني نحن يعني سنويا توجد لدينا رسائل دكتوراه وماجستير غنية جدا بالمعلومات اللي موجودة، وقد تكون رافد جديد في المعلومات في التاريخية نجدها يعني مركونة على الرف، حبيسة المكتبات، لا تنشر ولا 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 غيره. كذلك لدينا كتب عمانية تستحق الترجمة، هذه الترجمة تولد لنا معرفة خارجية. يعني نحتاج أن نسوق للكاتب العماني وللكتاب العماني رسالة الماجستير، رسالة الدكتوراه. هذه جهد إنسان. نعم. الجهد هذا يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى تشجيع. صدقني سيتزايد عدد الباحثين لأنه يجد من أن أوراقه وتعبه لم يكن مركون على الرف. أيضا نحن نحتاج إلى أن نفعل دور الأسرة، نفعل دور المدارس. المدارس يجب أن تضخ التاريخ بطريقة أكثر من أنها تكون سطحية، نتعمق أكثر. أيضا في بعض من الشخصيات ساهمت بدور كبير في التاريخ العماني، أدباء ومفكرين. يعني من الحرمان الذي للشاب العماني لا يعني لا يعلم معظم الشخصيات. يعني التاريخ العماني لا توجد به شخصيات ثلاثة أو أربعة أو خمس، غني جدا بالتاريخ العماني. هناك حقب تاريخية نحتاج أن نضيء يعني الجوانب التي توجد فيها. التاريخ ليس مجرد أحداث سياسية، أنا أركز جدا على الحياة الاجتماعية التي تعكس مدى الإنسان العماني. جميل. كيف كان يعمل على نفسه وعلى تطوره. نعم. طيب دكتور إسماعيل ماذا تقترح؟ أنا خلاصة وأعول على وزارة التراث. نعم. في مزيد من الطبع، في مزيد من التحقيق، في مزيد من إبراز هذا التراث العماني.
أعول على وزارة الإعلام في إبراز هذه الشخصيات العمانية مثل هذه الندوة اللي الآن تديرها أنت. هذه تخدمنا كعمانيين، فبالتالي مع وضع مسلسلات، مع إخراج دراما، وعول على وزارة التربية والتعليم لأن بيدها النشئ حتى المراحل قرب المرحلة العليا. أريد كتاب هذا وطني يكون فعلا هذا وطني فيه هذه الشخصيات السياسية والعلمية والأدبية. وعول أيضا على وزارة التعليم العالي لأن أحيانا النشئ يخرج من عمان بلا ثقافة ليدرس في الخارج فيتغذى من هناك، والخطأ خطأ، لماذا لا تقام هناك ورش قبل أن يخرج هذا الطالب ليدرس خارج؟ وأعول أيضا على المؤسسات المسؤولة عن إنشاء الأحياء والمدن والشوارع، لماذا لا يطلق عليها مسميات باسم شخصيات أئمة وسلاطين ومفكري وعلماء عمان من لغة وأدب وشعر وفقهاء؟ أستاذ محمد، أنا أشد على ما تفضلت به الأستاذة تهاني حينما تحدثت عن المسح الشامل للمصادر العمانية للمصادر التاريخية، وهذا يجرنا إلى وجود يعني ضرورة وجود قاعدة بيانات لتراثنا الفكري سواء مخطوطه ومطبوعه. حتى الآن ليست لدينا فهرسة وطنية شاملة، وهذا طبعا نتيجة غياب المكتبة الوطنية، ونعود إلى مربع المكتبة الوطنية مجددا. ما تفضل به الأساتذة فيه الكفاية، ولكن أقول لو أنفقنا أو لو أنفقت الدولة معشار ما تنفقه على الرياضة، لو أنفقته في العناية بتراثنا وتاريخنا لكنا بخير. لا. فأنا أرى أن البون شاسع، يعني يعني ما يعتنى به من تاريخ وتراث حتى الآن يعني لا يلبي جزءا حتى من أنت ذكرت أيضا في سياق حديثك نقطة في غاية الأهمية، دور الأندية الرياضية، دور الفرق الشبابية الرياضية في أن تذكي روح الاهتمام بالتاريخ والعناية بالتاريخ. أنا أشكركم على وجودكم معنا، أضعتم الحلقة بإضاءات جميلة، وصلت الفكرة لمن يريد أن يفهم، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن لديه وعي وإدراك بغنى تاريخنا العماني. أشكركم على وجودكم معنا، الدكتور علي بن سعيد الريامي، أستاذ مساعد في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بقسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس. شكرا جزيلا لك يا دكتور. شكرا لكم هذه الاستضافة. بارك الله فيك. وأيضا شكرا لك الأستاذة تهاني بنت عبد الله الحسنية، باحثة في قسم البحوث والدراسات بمركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس. شكرا جزيلا لك أستاذة تهاني. شكرا جزيلا الشكر لك الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري، محاضر في معهد العلوم الشرعية. شكرا جزيلا لك يا دكتور. شكرا لك الأستاذ محمد بن عامر العيسري، كاتب وباحث في التاريخ والتراث العماني. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد. وشكرا جزيلا الشكر لكم مشاهدينا على طيب متابعتكم لنا في حلقة اليوم من برنامجكم استوديو الشباب. بإذن الله يتجدد بكم الأسبوع القادم مع موضوع جديد نطرحه على طاولة النقاش. شباب عمان الذين يعول عليكم الكثير في بناء وتنمية عمان، فلنشحذ الهمم من الآن أن نقرأ كلنا في تاريخنا المشرق، أن نتذكر أننا أبناء مالك بن فهم، أبناء أحمد بن ماجد، أبناء الشخصيات العمانية التي غيرت مجرى التاريخ، ونتذكر مقولة قائد النهضة الظافرة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه عندما أشار وقال: كنا في الماضي أصحاب مجد وتاريخ وحضارة، وإذا عملنا بجد واجتهاد سنعيد هذا الماضي وسنكون في المستقبل أكثر إشراقا وتطورا. يتجدد بكم اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.